السلام عليكم متتبعي قناة الحميدي. إن شاء الله من خلال هذه الحلقة غادي نهضر لكم على إحياء النموذج. هذا إحياء النموذج اللي كيخلع عدد كتير منكم، واللي طبعا عدد كبير كيسولني كيقول لي واش ممكن تبدا معنا يعني من إحياء النموذج وانت غادي حتى يعني الآخر حاجة في العربية. فإذا هذه الحلقة كتجي نزولا كما قلت عند الرغبة ديال هاد الناس هادو، خصوصا يعني الناس اللي دايرين بكالوريا حرة، لأنهم حتى يعني التلامذ اللي المتمدرسين إلى غير ذلك، فكيكونوا يعني الأساتذة في احتكاك معهم، في تواصل معهم، وفي نظر هذاك الشيء اللي كيكونوا قدموا لهم إلى غير ذلك، فيعني كتكون بعض الحوايج غير بعض الحوايج اللي ما فاهمينش. إذا من خلال إن شاء الله هاد الحلقات هذه كلها، يعني هذه الحلقة أو الحلقات اللي غادي يجيو غادي تكون حلقات يعني غادي نشتغل معاكم إن شاء الله بطريقة يعني بسيطة، أو كما كنقولوا غنخدم معاكم بالخشبة إن شاء الله. لكن بلاتي قبل ذلك رجاء كنتمنى على أنك تنزل تضغط على زر الاشتراك في هذه القناة الجديدة ديالي اللي الاسم ديالها عوالم خفية. اذا كنتمنى على انكم ما تخيبوش ظني وتنزلوا تشتركوا. طبعا اللي اشترك يكتب لي لتحت انا جاي من القناه الحميدي اللي هي القناه اللي كنهضر فيها دابا، طبعا باش نعرف انا غير العدد. اذا اول حاجه هو احياء النموذج. اذا كاين واحد العدد اللي سولني قال لي واش ممكن يرجع يعني رجع للعصور يعني القديم جدا وتيقلب على احياء النموذج ومشى كيقلب على المعلقات السبع ولا يعني واحد المجموعه ديال الحوايج. ولكن تنقول لك بان هذه الاشياء هذه كلها ما غاديش تحتاجها. اللي غادي تحتاج واللي غادي تخصك تعرف يعني في احياء النموذج تحديدا وهو يعني كيفاش كان الشعر في القديم وكيفاش غادي يولي بعد احياء النموذج. اذا كما كتعرفوا على ان احياء النموذج او الشعر بصفه عامه العرب القدماء شنو كانوا كيديروا؟ كانوا كيتغناو بالشعر. يعني كان الشعر هو واحد الحاجه اللي كيعبروا بها على الاحاسيس ديالهم، على المشاعر ديالهم، على شي حاجه ضراتهم، على اي حاجه يعني مثلا كيحسوا بها او اللي باغيين يعبروا الى غير ذلك، كان يعني كان كيعبروا بالشعر. اذا والشعر كانت عنده يعني عباره عن غناء، كانت فيه قافيه، كان فيه وزن، كان فيه واحد المجموعه ديال الحوايج. اذا هذه هي السياق العام باش غيبان لنا او باش غادي يجي لنا هذا الشعر هذا مزيان. اذا ها هو يعني الشعر الى غير ذلك. انت شنو خصك تعرف؟ انت اللي خصك تعرف يعني كيفاش كان هذا الشعر في القديم على المستوى اللغه وعلى المستوى الاساليب وعلى المستوى الخصائص. اما يعني المراحل ديال التطور ديال الشعر يعني الجاهلي الى غير ذلك، فالاشياء اعتقد ما كاين لاش انكم يعني تعمقوا فيها، لان ما كاينلاش فاش غتفيدكم. لان علاش؟ لان ملي كيعطيوك انت القصيده دي مثلا ديال احياء النموذج كيعطيوك قصيده شعريه مثلا تنتمي الى احياء النموذج، شنو كدير؟ كتعامل معها وفق داك الشيء اللي عاطينك هما تماك. ولكن ملي غتوصل للخصائص كما قلت لك وغتوصل يعني مثلا البنيه الايقاعيه، الايقاع الخارجي والايقاع الداخلي، ملي غتوصل مثلا الصور الشعريه الى ذلك، خصك تكون كتعرف على قبل احياء النموذج كيفاش كان، فهمتي؟ يعني في الفتره ديال احياء النموذج كيفاش ولات هاد الصور الى غير ذلك. هاد الاشياء كلها يعني خصك تكون عرفتيها وتكون يعني دابا تكون كتقلب عليها. الا لاحظتوا واحد المجموعه يعني من المفاهيم للناس اللي يعني اللي اول مره مثلا مازال ما بداتش، وخصوصا يعني الناس اللي كانوا علميين مشاو للادب، يعني واحد المجموعه من المصطلحات اللي هي كتدخل ضمن مجال ديال العربيه انني تطرقت ليها، بحال مثلا الخصائص، بحال الاساليب، بحال البنيه الايقاعيه، بحال اش كنقصدوا اصلا بالشعر، واش اي حاجه مثلا ممكن ان نعتبروها شعر ولا فهمتي؟ لان هاد الاشياء كاينين ناس طبعا اللي انقطعوا على الدراسه شحال هذه الى غير ذلك، طبعا اللي ما يعرفش هاد الاشياء. اذا القصيده الشعريه فهي كتكون على الشكل التالي، هي كتبان لكم هنايا
اذا كتكون فيها الشطر الاول والشطر الثاني، اي الجزء الاول والجزء الثاني طبعا. و ما بين الجزء يعني الشطر الاول والشطر الثاني كيكون بيناتهم واحد البياض كما كتشوفوا هنايا. طبعا هي القصيده شعريه، وهذه القصيده الشعريه كتنتهي بواحد الحاجه كتسمى اللي هو الحرف الاخير اللي كيتسمى الراوي، ماشي الراوي. انا هاد القرار نكتبها لكم هنا، ماشي الراوي وانما الراوي، لان الراوي هو اللي كيحكي في القصه في الروايه، اما الراوي فهو الحرف الاخر من القصيده الشعريه، او الحرف الاخر من 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 اخر شطر من القصيده الشعريه طبعا. وما غيمكنش يكونوا طبعا هناك ثلاثة ديال الحروف او اربعة الهاء، ما بغيتش ندخلكم انا في هذه المتاهة هذه. كاين ثلاثة ديال الحروف اللي هي الواو والياء والالف اللي ميمكنش انها تكون حرف راوي. علاش؟ لان هذه كتسمى حروف اشباع. ملي يعني هذا الشيء الناس المتمرسين راهم قراوه في السيزيام، ملي كانوا كيديروا التقطيع العروضي ديال الابيات.